احنا جمعيه اللي في مدينه طنجة، جمعيه اللي مكونه من امهات اللي كيشتغلوا دي روتريتي، واللي الحب ديالهم للخير هو اللي جمعنا. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه، هذه المبادره جات بحكم المناسبه ديال المولد النبوي الشريف، واللي كتصادف اوسي مع المسيره الخضراء، واللي حنا بغينا نديروا شي حاجه اللي تماركي لا بريزونس ديالنا. دونك قلنا علاش لا ما نشوفوش الاطفال المعوزين ويتامى ونعطيوهم نفرحوهم في هذه الوقيته هذه. والناس بلا ما نفكروا حنايا، الناس كيتصلوا بينا بحكم لا بريزونس ديالنا في لي ريزو سوسيو، في فيسبوك انستغرام الى اخره. دونك فوالا بور لانستون حنا عندنا عدد ديال 100 طفل في المجمل ديال الامر، ولكن حصرناها في 50 طفل. كاين لائحه طويله، ولكن اللي حنا نقدروا عليه كجمعيه هي هذا لو نومبر هذا. والله يسر شي محسن يحنن قلبه ربي، يحنن له ربي قلبه على هاد الاطفال ويجي يتعاون معنا. اذا نتواجد اليوم بهذه القاعه من اجل الاحتفال مع الاطفال الصغار المستفيدين من عملية الختان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والمسيرة الخضراء. حقيقة بعد الغياب ديال المسؤولين في مدينة طنجة والاهتمام ديالهم بهذا الموضوع كيف ما كان هو متعارف عليه سابقا، تبقى مبادرة هذه الجمعية جمعية يلاه نتعاونوا رائدة على المستوى المحلي، بحيث تهتم بمجموعة من الأطفال المعوزين الذين يقطنون بأحياء هامشية بمدينة طنجة ويساهمون من خلال أعمالهم بعملية تختين هؤلاء الصغار دون مراعاة واش هادو منخرطين معهم، واش كينتميو لشي تيارات قريبة إليهم. كتبقى دائما هذه الجمعية هي مهتمة بالأساس بالفقير والمحتاج. العدد المحتمل اللي غادي تعرفوا هذه المبادرة هو 100، حاليا وصلنا للرقم ديال 50، وعندنا أمل كبير أن المحسنين في مدينة طنجة يساهموا ويضعفوا هذا العدد، ولما لا أننا نوصلوا لواحد العدد كبير، خصوصا وأن لائحة الانتظار واللي كنسجلوا فيها الأطفال الصغار هي كبيرة وكبيرة جدا. وشكرا. الجمعية ديال يلا نتعاونوا يعني جمعية مزيانة، عاونتنا الأطفال ديالنا. أنا بدي ولدي شارك في هذه الجمعية، غادي يعطيهم الحويجات ديالهم وغادي يختنوهم، يعني كنشكرهم بزاف على هذه المبادرة اللي عملوا، مبادرة مزيانة بزاف. كانت سيدة صاحبتي بلا ما نذكر الاسم ديالها هي اللي خلتني نجي لهذه الجمعية، طهرت ونختم ولدي. جمعية الله عمر السلعة، تعاونوا معنا مع الناس دراويش، الله يجزيهم بخير.